كيف رح يقوموا علي النساء؟ قد يكون من الطبيعي إنشاء جمعيات لحماية حقوق المرأة، لكن قد لا يصدق البعض أنه يجري حالياً التحضير لتأسيس جمعية في لبنان أطلق عليها اسم جبهة الدفاع عن حقوق الرجل. كم رجال بلبنان بعد في يحكي مرته؟ كم رجال؟ معنى شيء؟ أنا عم بحكي بصراحة، صارت المرأة بدها تستفرس، المرأة يجب أن تبقى وردة. قبل أسبوعين قدم رئيس الهيئة التأسيسية للجمعية المحامي نزيه شليلة بلاغاً لوزارة الداخلية يفيدها بتأسيس الجمعية التي تضم 63 عضواً من بينهم محامون ومهندسون وشعراء وبعض النساء، أما الأهداف فحماية الرجل. صار المرأة بدها السلطة السياسية وبدها السلطة الاجتماعية وبدها السلطة المنزلية وبدها السلطة التربوية. لا إله إلا الله. شو الغلط؟ لا هذا غلط، لأنه عم تضيع العائلة. العمل على اعتبار أن كل الأعمال والأنشطة ليست متساوية كلها بين الرجل والمرأة، ما في مساواة. هلا إذا أنا كنت موظف بنك ومرتي موظفة بنك أوكي، بس ما إلها حق المرأة تتشاوف تقول أنا عم سوق تراكتور، أنت عم سوق تراكتور، شو عم بيصير بأحشائي؟ امبارح عم يتفاخروا رئيس جمعية المصارف اللي ما قلنا شيء ضده، نحن مش عم ننتقده، إنه أكثر من 57% من موظفات المصارف هي نساء. شو رأيك بامرأة؟ أكيد مشكورة المرأة إنها تتألم تساعد جوزها. شو رأيك مديرة بنك بدل من الساعة 7:30 للسبع عشية بإدارة البنك وحسابات ومسؤوليات إدارية؟ هذه الامرأة شو المشكل؟ مشكل لأن عم ترجع على البيت ما في حياة زوجية. وعما قد ينتج من ردود فعل من النساء على جمعية كهذه؟ أنا بأكد لك إنه بس يسمع النسوان كلامك ما رح يعجبون هالحكي. أنا اللبنانيات ما رح يعجبون، بس في نساء برا ببعض بلدان أوروبية بمقدار من رجل. نحن عم نحكي عن لبنان. لا بتعبدوا بتغسل له إجرايك الليلة، هلا بس يسمعوني هلا عم تطلب إنه أنا غسل. طيب عايين موسى وعايين الأنبياء كلهم شو كانت تعمل النساء؟